بالنسبة لسلام شاكر، يعني الحمد لله دابا الولف اللي دابا كي تيدرب بشكل اللي هو جيد، وكنظن بانه غير ان شاء الله يتم الاعتماد عليه. وبالنسبة لشاكر ف لاعب اللي الحمد لله عنده واحد المكانة ديالو في الفريق، والاخوان الطاقم الطبي كله ساهر باش انه يحاول انه بالنسبه للريكوبيراسيون باش يكون موجود ان شاء الله في المقابله اللي هي ديال لاكوب دافريك ان شاء الله كونتر فريق حسن تكادير ان شاء الله. المشكل اللي كنعانيو منه في فريق الرجاء حاليا هو كثره المقابلات اللي كتطلب يعني اون بون ريكوبيراسيون، وهذا الشيء خدامين به جميع الطاقم الطبي مع اللاعبين باش يوجدوهم ان شاء الله في المقابلات الحاسمه، لان كيف ما كيعرف الجميع انه المقابلات داركت كثيره، ولات عندنا تقريبا كل اسبوع مقابلتين او ثلاث مقابلات، الشيء اللي اللاعب المغربي ما تعودش عليه. واللي كنتمناه ان شاء الله هو انه يعني استرجاع اللاعبين كلهم وفي المقابله الحاسمه اللي هي ضد الفريق نجم الساحل ان شاء الله.